حظك منيح لأنه نحول العقوبة لغرامة مالية. مزبوط. الحمد لله على سلامة، ومنيح أنه مرقت على خير. خلينا نطلع على المستقبل، ومن هاللحظة حط عقلك براسك. بس ما تفهم من كلامي أنه عم بعطيك درس؟ ولو أنا بحياتي ما فكرت بهالطريقة هاي. أنا عم أقدم لك نصيحة كأخ كبير إلك، يعني أنت بلشت بشغل كتير منيح ومستقبلك بهالشغل ممتاز، وفي وراك رجال أعمال كتير منيح. أنت كتير محظوظ أنه أجتك الفرصة بداية عمرك، يعني هاي الفرصة مستحيل تتكرر، لا تضيعها. صدقني عمو، هالفرصة كتير مهمة ومو حابب تضيعها من إيدي. مشان هيك لازم تخلص حالك من كل هالوسخ اللي حواليك. خلاص اتركه لهذا اللي اسمه فرحات، ما بدك إياه. أنا الله وكيلك تاركه وما عم بقرب صوبه، بس هو مو تاركني بحالي. كونك أنت عم ترد عليه رح يضل يهاجمك، أنت ما تعبره بيتركك، يعني مو معقول تضل طول عمرك هيك. على فكرة بابا عم يقول اللي أنا بدي أقوله. تخلص من هالمشاكل ودير بالك على حالك يا ابني، انتبه لشغلك وبس. يا ابني ابني حياتك مثل باقي الناس. هذا المحامي اكيد مشان الطلاق. الو اهلين، انا منيح، انت كيفك؟ شو اخبارك؟ شو في احكي؟ شو؟ شو هالحكي؟ مو معقول. شو في مهند؟ الله يلعنه، الله لا يعطيه العافية. أنا كنت بعرف إنه هالتافهة رح تعمل هالشي. ماشي خلاص، خليني سكر هلأ وبعدين بحكي معك. مع السلامة. يعني معقول تعمل فيني هيك؟ شوفي سمرة خانم، عازل المحامي اللي عينته آخر مرة. ايه اجلوها لحتى المحامي الجديد يدرس القضية. هن طلبوا تأجيل الجلسة، قال المحامي الجديد ما بيعرف شي وبده وقت ليدرس الموضوع. يعني بكرة ما بتقدر تطلي، وبعد فترة في عطلة قضائية. أنا بتوقع رح يأجلوه على قليلة لشهر أيلول. إمتى بدي أخلصنا القصة بقى؟ بدي طلقها الشغلة مو على كيفة، غصبا عنا بدي طلقها. بس هي كل هدف تعقد الأمور. أنا متأكد أنه هالألعاب هدول من فرحات، هو عم بيحاول بكل الطرق يعصبني ويستفزني، وهلأ عم يستعملها لهديك الغبية مشان هالغرض، وهي ما نعرفان شي. إن شاء الله خير. لوين؟ حابب اطلع، بدي شم هوا. اجي معك. ما في داعي تعزبي حالك، أنا تعبت وبحاجة شوية هوا. أحسن شي إني روح، بلكي بمشي شوي وأكيد برتاح بعدين. طيب. عن إذنك عمو. مع السلامة. يلا. Thank you.
بركي بعد شي شهر شهرين بقدر رجعها، وإذا ما قدرت رجعها مو مشكلة. الله يهنيك فيها، إن شاء الله مبروك. شكرا. يعطيك العافية. أبت يا جميلة، والله العظيم أنا تعبت.